السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات كان في المسجد صلى مع الصحابة مسجد النبوي الشريف أيام زمان، مش على الهيئة اللي هو عليها اليوم. اليوم المسجد النبوي في المدينة المنورة آية من آيات الله سبحان الذي وفق المعمرين والمهندسين والقائمين في ذلك البلد على تهيئة المسجد النبوي الشريف. ما شاء الله، عظمة على عظمة. أيام زمان كان المسجد النبوي الشريف متواضع، كان مبني بالعصب وبجذوع الشجر والنخيل، وكان ما في فراش، كان في غير الحصى، لأن كانت الأمور بسيطة. فلما صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد الأعرابي كيصلي معهم، يلا جديد في الإسلام. فمن اللي أراد أن جاتو التبول وبغى يتبول، مشى حدا المكان ديال المحراب وبدا كيتبول. فلما رآه الصحابة هموا به، بغوا يضربوه، قاموا إليه فأرادوا أن يضربوه، شدوه من تلب. يا عدو الله، يا عدو نفسه، كيف تتجرأ أن تتبول في المسجد؟ فالنبي الأكرم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه. جاء عنده قال لي يا هذا، ما الذي دفعك أن تتبول في هذا المكان؟ هذا مكان طاهر للعبادة. فقال لي يا رسول الله، اللي حرقتني يعني التبول، وحنا كنديروا هكذا، حنا اعتدنا أننا نتبول في أي مكان شجرة كنجي خلفها وأتبول، ولكن ذاك الجذع ديال الشجرة هذاك راه بودرة ديال الجامع. فقال احنا تعودنا. نبي الرحمة، النبي المعلم، النبي المرشد، قال لي يا هذا، ما ينبغي أن يكون شيء من ذلك في مساجد الله. هذا مسجد للعبادة والطهارة، فمن أراد أن يتبول فليذهب إلى بعيد. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم آتوني بذنوب من ماء. جابوا لي واحد سطل ديال الماء فأفرغوه في ذلك المكان، ثم أصبح المكان طاهرا، أفرغوا عليه الماء، غضربوا الشمس، صافي انتهى الأمر، أصبح طاهر. فسيدنا رسول الله المعلم المرشد شاف الأعرابي كترعد وشافوا كيشعر بأنه في وضعية مهينة، قال لي أيها الرجل ادعوا الله لنا. النبي الأكرم اللي هو أعلى مقام في البشرية كيقول لذاك الأعرابي، قال لي ادعوا الله لي. فالأعرابي اش غادي يقول في الدعاء؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الواحد اللي رحمه هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه عبر كثيرة. في أولا كون النبي الأكرم راه معلم ومرشد، وإحنا خاصنا التربية والتوجيه نكثروا منها في المجتمع ديالنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق كيبغي شوية الصبر، لانك غتسمع كلام لا يسرك، وغادي يقول لك شكون انت كاع كتقول هذا الكلام، ومن نصبك على ذلك، وربما كيقول لك وانت طفرتيه يقول لك شي كلام هكذا. ربي قال لنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني اصبر على هذا التواصي. وربنا عز وجل اعطانا في هذا الحديث عبر كثيره. سيدنا محمد النبي المرشد دائما كيعلم الصحابه الاخطاء. وارد ان يخطئ اي منا، الخطأ وارد منا، ولكن اللي غير مقبول هو أن نقمع ذاك المخطئ، بل لابد أن نأخذ بيده ونجره إلى جادة الصواب. هكذا فعل النبي الأكرم، هدأ قال لي ما كاين والو، ما كاين باس، راه بلتي ما كاين باس، غنطهروه غير بالماء. وعلم الصحابة أنهم ما يهجموش على المخطئ، خذوا بالتي أحسن. وشوف الدعاء اللي قال الأعرابي، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له لا، إلا دعيتي دعي دعاء جماعي، دعي بالخير على الجميع. فبدك الأعرابي كيتعلم. من بعد ذاك الأعرابي صار فقيها، وصار في قبيلته يدعو إلى الله بالحسنى، علاش؟ حتى تعلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأخي سعيد، ملي كتوضأ
في الكنيف في المرحد. كاين بعض الناس اللي عندهم مكان ضيق وكان يتعذر عليه ان يتوضا في مكان بعيد، فلا باس. المفروض انني ان المكان ان الكنيف المرحد هو مكان للاستنجاء للتبول للتغوط للاستنجاء، ثم نخرج منه ونمشي لمكان اخر نتوضا فيه، لان الوضوء عباده. ما نسوش الوضوء ماشي غير نظافه، راه عباده. ملي كنقول بسم الله راه دخلت في الصلاه، راه الصلاه قبل ما نقول الله اكبر في الاحرام راه دخلت فيها من قبل ملي كنت كنتوضا، راه هي عباده وعباده عظيمه. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا ايها الذين امنوا، يخاطبون بشاره الايمان، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فربنا عز وجل طلب منا ان نقوم بهذه العمليه ديال الوضوء على باب العباده. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، فالغسل هو عباره عباده، فخصنا نبعد من المكان ديال النجاسه. لكن حنا كنلقاو دابا السكن الاقتصادي ضيق، وبعض البيوتات ضيقه، وكاين اللي خدام في المحل التجاري ديالو ضيق وما لقاش شي مكان يتوضا فيه، لا باس. اش غندير؟ اخذ دنوبا من ماء، سطل ديال الماء، وغنفرغه على المكان اللي وقع فيه التبول وكذا، ومن بعد اتوضا ويكون ان شاء الله وضوئي حسن. في الاول غنقول بسم الله، وغما نتوضا نغسل اليدين وبقيه الجوارح. ملي غنسالي غنخرج من ذاك المكان وغنقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي قال هذا الذكر فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل من ايهما شاء. وابواب الجنه الثمانيه راه كاين اللي فيها الزحام: باب الحج، باب العمره، باب بر الوالدين، باب الصدقات، باب بزاف ديال الابواب، الا باب الصبر اللي هو اللي خفيف. فاللي كيقول هذا الدعاء عقب كل وضوء هنيئا له، ربي عز وجل كيعطيه الامتياز، كيعطيه المفتاح، كيقول لي ادخل من ابواب الجنه الثمانيه ايهما شئت، انت حر. ادخل مع المصلين، ولا ادخل مع الحجاج المعتمرين، ولا ادخل مع المزكين والمتصدقين، ولا ادخل مع اصحاب بر الوالدين، ومع اللي بغيتي. فقط هذا عمل بسيط لكن اجره كبير باذن الله. سي سعيد الله يحفظك اخويا، الى عندك مشاكل في الحياه اسي سعيد، واحد ذكر بسيط، والله الذي لا اله الا هو تزول المشاكل، تزول. ما هو؟ اكثر من الاستغفار. يقول نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. شوف الصالحين ملي كتجيهم المشاكل وكتجيهم صعوبات الحياه الدنيا فيها البلاء، ما يشغلش باله انه يجلس ويبدا يخطط ويبرمج ما هي الاسباب وما هي المسببات، ما هي الدواعي، خطه استراتيجيه لمقاومه كذا، لا 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 لا، اتركك من كل ذلك. سير بعيد بعد من الخلق واختلي مع ربك واجلس واستغفر. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم، من قد استغفر الله تعالى. علاش؟ لعل ديك الشدائد اللي صابتني شي ذنب درته او شي غفله غفلت عليها، فتعال بي استغفر. الله عز وجل من لازم استغفاره لا يعذبه بالبلاء الشديد. قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، اي هم الفرج جاي بامر الله، ومن كل ضيق مخرجا. ملك الضيق كتوسع، سبحانك سبحانك ما اعظم شانك. ورزقه من حيث لا يحتسب، لا اله الا الله. الرزق 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 يجيك من حيث لا تحتسب، ماشي من الاجره ديالك. راه الرزق ماشي غير مال، ماشي اوراق نقديه. راه بزاف الناس خاطئين، راه كيظنوا الرزق هي الاوراق النقديه. راه كاين الناس عندهم الملايير راهم مستوقين في الابناك، ماشي رزق ديالهم هذاك. الرزق هو صحه وعافيه، هو راحه نفس، هو انشراح صدر، هو بركه في الوقت، هو علاقه طيبه مع الاهل والاحباب، هو لقمه حلال الله تعالى يجعلها تمر بسلام في بطنك وتنتفع بها وتصلي الصلاة رزق. ركين ربي اللي كيحبه وكيرزقه حب الصلاة وحب المساجد وحب قيام الفجر، وكين ربي اللي حرمه، هذاك مسكين محروم ما عنده رزق، وخيعطيك الله تعالى الملايير تبقى مستوكة في الأبناك
ويعطيك كراسي ديال السلطه كبيره، ولكن محروم من الصلاه، من الوقوف امامه في ملي كيقول الله اكبر. هنا غتعرف راسك انت واش من اهل الله او لا. الا سمعتي الله اكبر وقلتي كل شيء غنتركه وغنمشي الى الصف الاول للصلاه، هذا هو الربح. اما اللي كيسمع الله اكبر باقي منشغل في تجارته، في وظيفته، في مهمته، راه مسكين خاسر. وخي في انظار الناس بانه في مقام رفيع، ولكنه عند الله ليس كذلك. علامه ان الله تعالى يحبك وانك من المرضي عنهم ملي كتسمع الله اكبر تترك كل شيء وتروح إلى الله. فنسأل الله الكريم أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من عباد الراشدين. سي سعيد الله يحفظ لك الوليدات ويحفظ لك العائلة ويحفظ لك الأحباب جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. إلى خارج أرض الوطن، إلى إيطاليا مع للا حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير سي الحاج لاباس عليك؟ الله يبارك فيك للا حبيبة. لا نهار طويل هذا وساعة طويلة وساعة زينة وأمسية زينة من اللي تسامعنا معك. يا مرحبا يا مرحبا، يا أهلا وسهلا بك، وتحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. الحمد لله والشكر لله، تنشكرك كاملين من أرض داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، والحمد لله والشكر لله من اللي عرفنا هذا البرنامج، وإنا كنسمعوا إنا كنستافدوا شي حوايج ما كناش كنعرفوهم. والحمد لله والشكر لله. انا بغيت، انا ما عندي حتى مشكل هاد الساعه. نعم لالا. حنا سي الحاج. هي لالا حنا ماشي البرنامج ماشي ديال المشاكل، حتى اللي عنده شي حاجه زوينه يقولها لينا ويفرحنا بها. عرفتك زعما يعني ما عندي شي حاجه اللي هي صعيبه ولا دي. بغيت غير نسولك انا على نعم على الصلاه ديال كنصلي قيام الليل مع قبل 12 8 الركعات. نعم. وكنصلي وملي كنوض قبل الفجر كنصلي جوج ركعات وكنختم بالوتر. الوتر بعد إيه؟ نصلي قبل واش دايزه ولا ما دايش. كل خير باذن الله، خير كثير لالا حبيبه، خير كثير، تقبل الله منك. اييه. وبغيت نقول لك السي الحاج. اييه. بغيت نقول لك هاد الناس المغاربه ديالنا اللي كيتعداو على خوتهم المسلمين وكيصوتوا عباد الله حشومه وعيب وعار. انا كنسمع بزاف الناس كيتكرفصوا هنا، كيتكرفصوا في المغرب، علاش القوي تيغلب على الضعيف؟ راه اخر موت وما يدوم الا وجه الله. نعم لله. والناس تفرج في واحد الفيديو والله الا عرفتي في الاخبار في كندا. نعم. في هولندا تصور مغاربه ناضوا بعضياتهم بالمقاد وبالعصي. لا حول ولا قوه الا بالله. والهولنديين تيضحكوا عليهم، شنو هاد المنظره شنو؟ حشومه. وتنتمنى يكونوا عشرات الناس بحال مثالك في البلاد ديالنا. الله يرفع مقامك لله. وكل مدينه، كل مدينه دير غير حاج بحالك وواحد البرنامج بحال ديالك، راه كما قلتي غادي كل شيء يزيد لقدام. الله يرفع مقامك لله حبيبه، شكرا لك لله. شكرا لك لله حبيبه. وكنطلب واحد الطلب في الاخر ملي في الاخر ملي كدير الدعاء. اييه. طلبوا مع واحد المراه مسكينه هنا، راه جراو عليها شي وحدين شي مغاربه ودخلوها لدار العجازه حاشاك عايشه مع اليهود. لا حول ولا قوة. ما سوقها حد وديها الحاج، ما عندها لا خو لا حنين لا رحيم. هذه في طاليان. هذه مسكينة هنا في طاليان، وجريت وجاريت وعييت معها زعما باش نوقف لي على وريقاتها، وفي الأخر تغلبت الحاج، بقيت بلا خدمة بلا والو، ودابا بعدت عليها وما عرفتها حية ولا ميتة، وسادين عليها والمغاربة داو ليها دارها، شارية مسكينة دويرة، وداوها ليا والراجل مات داعى ولدخته للمغرب. لا حول ولا قوة الا بالله. تنطلب من المستمعين كاملين لداخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن من يدير الدعاء في الاخر تقول يا ربي امين. يا ربي يا كريم. السيده تخرج من هذيك الدار، راه سادين عليها مسكينه دوكا ما تعرف لا ما عارفه رمضان، ما عارفه ليل، ما عارفه نهار، ما عارفه مسكينه والو. ما شاء الله. وعايشه مع اليهود في دار العجزه. دار العجزه بحدها وديها الحاج، شي تعدى واحد المره انا بكيت، انا دوكا ملي تنتفكرها انا النعاس ما تنعسوش من جهتها. ما نكذبش عليك الحاج. الله يفرج عليها يا رب. مسلمه وختنا وضيعوها شي وحدين مغاربه وجراو عليها من دارها وداوها السبيطار لحوها، وملي خرجوا من السبيطار ما صابوا قالوا لها فين كتسكني ما عرفتش مسكينه، داوها لدار العجزه وحطوها. لا حول ولا قوه الا بالله. محمد رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ربي الله يهدينا. اللهم امين. يا رب. الناس هنا لما احنا في ايطاليا. ما شاء الله. واللي بغى يجي لايطاليا انا تنقول اي انسان عنده شي غرض في المغرب يقضي يهتم. اي وحده بغات تجي من ارض بلادها لارض الغربه راه صعيبه،
راه واعره، راه كاين ناس هنا حاشاك عاطي تجروقوا ما صايبينش حتى السكنه، لا مكاين لا سكنه لا ماكله لا شراب لا والو. ما شاء الله. وكنتمناو لك الصحه والسلامه. شكرا لك لاله حبيبه. وما نطولش لك الحاج. شكرا. شكرا لك لاله حبيبه، وتحيه كبيره لك وللجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. لاله حبيبه كتكلم بواحد الحرقه في نفسها على قضيه الظلم بين القوي والضعيف. يحز في نفسها ان ما تراه بين مغاربه، المفروض حنا كنتكلموا على التربيه والتوجيه، راه القرايه دائما ماشي مجرد دبلومات، ماشي دائما شواهد عليا، القرايه راه هي تربيه وتحلي بقيم اخلاقيه. وحنا عندنا الحمد لله في الوزاره وزاره التربيه والتعليم، تعليم بوحده نعم على الراس والعين، ولكن اين هي التربيه؟ ملي كنلقاو الانسان كيظلم كيظلم وكيتعدى على الضعيف، هذا ما قراش في الصور ديالو قيم التربيه. وانا كنذكر كنا صغار اطفال صغار قرونا واحد واحد الواقعه، قرونا واحد السلطان واحد الملك عنده ولده صغير ولي العهد وبغى يعلمه تعليم جيد، فدفع به الى حكيم من الحكماء كان كيثق فيه ثقه عمياء، قال لي هاد ولي العهد بغيتك تكونه تكوين جيد باش من بعدي يحكم حكم عادل وباش يدير الامور مزيان ويكون مفخره للبلاد. فعلا ذاك الحكيم رجل فاضل وثقه، وبدا كيعلم ولي العهد دائما كيعلمو الى جا في الوقت والى خرج التمارين ديالو والى حفظ مزيان كيعطيه نقطه مشجعه، ولا شي مره جا متاخر وتهاون في الدروس ديالو كيعطيه واحد العتاب خفيف، وولي العهد تقبل منه بانه مره كيعاتبو الحكيم. لكن واحد النهار هذاك ولي العهد جا في الوقت المناسب وحافظ الدروس ديالو ودير جميع لي دوفوار كل شيء مخرجو مزيان، والحكيم جا عنده هو يصفعو وضلمو ضربو ضربا مبرحة، بغى يتكلم داك يبكي، قال لي لا ضربو واحد الضرب هكذا بقى في الحال. مشى عند الام ديالو قال لها امي راه الحكيم هاد النهار تعدى عليا ضربني، بغيت ندافع على نفسي ما خرجت ندافع على نفسي. فالام ديالو قالت لي يا بني هذاك الحكيم راه الوالد ديالك عطيه الضوء الاخضر يفعل ما يشاء، ما يمكنش نتكلم معاه. قال لها ما يمكنش، انت يا امي مرت السلطان خصك تكلمي مع الحكيم توقفي عند حده. قال لها لا. مشى عند باه قال لي يا ابتي شوف الحكيم اش دار ليا. باه قال لي ذاك الحكيم اللي دارها هي هذيك. مشى عند المقربين حتى واحد ما نصفه، وفي الاخر ذاك ولي العهد اصرها في قلبه وقال صافي خليها في قلبي. ومرت الايام وبعد عمر طويل مات الملك، فإذا بولي العهد سوف ينصب هو الملك الجديد هو السلطان. أول قضية غادي يبدأ بها غادي يقول لهم ايتوني بذلك الحكيم، فجاءوا به جاي مصفضا بالسلاسل والأغلال. في المجلس ديال الحكم ديالو قال للحكيم أتذكر يوم كذا ساعة كذا لما ضربتني وفعلت بي وفعلت بي؟ قال لي نعم أذكر. قال لي ومازال عندك الجرأة أنك لا تنكر؟ قال لي لا أنكر، أنا أعترف ضربتك وتعديت عليك وما انصفتكش. قال لي دابا الآن ماذا تستحق؟ قال لي يا بني أن الرأي رأيك. قال لي أنا لست ابنك، أنا الآن السلطان لابد أوامري منفذة. قال لي يا بني راني كنت مع والديك وبغيت نعلمك تعليم جيد وصالح، ولقيت بان كل حاجه علمتها لك ولكن واحد الحاجه خصك تعرفها. ما هي؟ قال لي الشعور بالظلم. قال لي انت ولي عهد حتى واحد ما يقدر يظلمك، وبالتالي غتبقى عمرك ما غتشعر بالظلم، الظلم فظيع، الظلم عذابه اليم، وانت حتى ما غادي يقدر يتجرأ يظلمك. فقلت للوالد ديالك الوالده قلت لهم لابد باش يكون التكوين ديال هذا الولي العهد جيد جدا انه يشعر بالظلم، حتى اذا وقف امامه اي شاكي غادي يشعر بما يشعر به. فقال ذلك درس تطبيقي لقلناه اليك. فانا ذاك عرف ذاك الولي العهد الحكيم عرف بان كلام الحكيم كان صواب وعنقه وقبل يده. الظلم ايها الاحبه الكرام ظلم شديد، فخاصنا في المنظومه التربويه التعليميه نركز على مثل هذه القيم. ماشي تيكبر الانسان ويعود جندارم او يعود قائد او يعود مسؤول برلماني او وزير عاد يظلم الناس، الا علمنا من الطفوله من الاساس ما كاينش الظلم ما غيظلمش. فالاخت حبيبه
حنا كنحيوك انك تكلمتي بهذه الحراره على ما يقع لبعض مغاربتنا في الخارج، انه فيما بينهم كيوقع التشابك وكيبقاو الغربيين يسخرون منا. هذا لا يليق. اي مغربي خارج ارض الوطن سفير، المفروض انه يعطي صوره ديال مشرقه على البلد من حيث السلوك والمعامله، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه السيده اللي هي في دار العجزه، هذا ايضا مما يحج في النفس، ان العبره بالخواتم. الانسان كيعيش عمره كله هو في العمل وفي الجد وفي العطاء، وفي الختام كيلقى بانه يرمى في دار العجزه، وماشي مع مسلمين، كيكون ربما مع اناس بعيدين عن العقيده الاسلاميه، فلا يعلم وقت الصلاه ولا الصيام ولا كذا، واذا دفن لا قدر الله قد يدفن في غير مقابر المسلمين. فنسال الله الكريم المتعال هذه السيده ان يجعلها مخرجا، اللهم عجل لها بالفرج وسخر لها اهل الفضل واهل الخير واهل البركه يكونون معها. لا حبيبه، السؤال ديالك عن قيام الليل، هذا هو اعظم شيء ممكن ينشغل به الانسان. الحياه كلها بما فيها من نعيم ومن سلطان وصولجان راه كلها الى هباء، الى زوال. ما كيبقى الا الصح، واللي كرم الله تعالى بقيام الليل ذاك من اهل الله وخاصته، وتلك التجاره التي لا يصابها بوار ابدا. قيام الليل لاله حبيبه هو كيبدا كاين الثلث الاول من الليل والثلث الثاني من الليل والثلث الاخير من الليل. كيفاش كنعرفوها لاله حبيبه؟ كنشوفوا من العشاء للفجر، من العشاء للفجر كنقسموا ذاك الوقت كله الى ثلاث اقسام. القسم الاول كيتسمى الثلث الاول من الليل، القسم الثاني الثلث الثاني من الليل الاوسط، والقسم الثالث كيتسمى الثلث الاخير، الاخير من الليل، هذاك هو اللي فيه العمده. الثلث الاخير من الليل هو اللي فيه ربنا عز وجل يتنزل. مع 12 الليل وقت مبارك، لكنه لا يصل الى مستوى جوج الصباح او ثلاثه، هذا كيتسمى الثلث الاخير من الليل. علاش عطى الله التمييز؟ لان فيه يتنزل رب العزه مالك الملك نزولا يليق بجلاله وكماله الى الارض الدنيا، الى السماء الدنيا، فيقول: هل من صاحب حاجه فاقضيها له؟ هل من مستغفر فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من صاحب، هل من داع فاعطيه؟ يبقى ربي عز وجل يقول هذا الكلام، ومن ادركه له الاجر والثواب. طبعا قيام الليل هناك الوتر النبوي 8 ركعات، ثم نختم بسنة الشفع والوتر. الشفع من السنة أن نختمه بسورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى. يعني لما نقرأ الفاتحة كنتبعوها بسورة الأعلى، هذه السنة النبوية الصحيحة. كان صلى الله عليه وسلم يختم الوتر بركعتين ديال الشفع اللي هي بالفاتحة وسورة الأعلى، والركعة الثانية بالفاتحة والكافرون، ثم يختم بالوتر بالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين. هذا الوتر النبوي. وأرشدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن من صلى ركعتين بعد العشاء بخواتيم البقرة كفته. من اللي نصلي العشاء نوض ونصلي واحد الركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة وخواتيم البقرة الأولى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الركعة الأولى. الركعة الثانية الفاتحة ونكمل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. من صلى ركعتين بعد العشاء بخواتيم البقرة كافتاه. قالوا العلماء غادي يكفي الله تعالى الأجر ديال قيام الليل، غادي تكتب عند الله تعالى من الذين قاموا الليل بأكمله، وتكفيه بأي عمل آخر. فنحافظوا عليها، واللي كيحافظ على هذا الأمر هذا ربي عز وجل عمرو ما يخليه يتخص، وعمرو ما يمد يده، وعمرو ما يشعر بأنه مهزوم. كيكون دائما كيعطي الله العز، وكيعطي الله الكرم، وكيعطي الله الجود، وكيعطي الله الفتح، وكيسخر لي الله في طريقه الأخيار والأبرار، ويصرف عنه البلاء والسوء كما صرف المغرب عن المشرق. للا حبيبة كنشكرك للا على المكالمة ديالك وعلى الإحساس النبيل
اللي عبرت عليه، وتحية كبيرة لكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج. نعود مرة أخرى إلى أرض الوطن، نعود من إيطاليا إلى والماس مع أخينا سي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا مرحبا. السلام عليكم سي الحاج. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك، الله يرحم الوالدين، الله يرفع مقامك مولاي. هذا الشيء اللي كانت تسنى من بحال هذه، وانا كنبغي نتصل ما كتشكرياش الخط. الله يكثر خيرك سي الحاج، الله يرفع مقامك سي سعيد. عندي واحد السؤال وبغيتك تدعي معايا شي شويه. يا ربي يا كريم. واحد السؤال كيتعلق بالوضوء، واش الوضوء دايز في الميضه او لا؟ لا نعم. وبغيتك تدعي معايا شي شويه في مشاكل ديال الدنيا، المشاكل اللي كتعلق بيا انا. لا اله الا الله. ووليداتي، واحد البنيه عندي مريضه مرض السكر، مريضه صغيره شويه. الله الله الله. ديك 15 سنه تقريبا دابا، راه شي سنين هذه هي كدير لي باري داك الشيء. ما شاء الله. وبغيتك تدعي معنا شي شويه سي الحاج، الله يكثر خيرك وبلا ما نطول عليك. وبغيت الناس يبقاو يطرحوا شويه الاسئله باش الناس اللي ما ساعدوش لحد يتصلوا يكونوا سمعوا لدوك الاسئله اللي بغاو يطرحوا مثلا هكا. وهذا غدا نداء من عندي انا. يا سي سعيد يا شكرا، شكرا جزيلا، هذا نداء وجيه. الله يكثر خيرك سي الحاج، الله يكثر خيرك، الله يرفع مقامك اخويا. شكرا، نداء وجيه، يعني حبذا لو كانت هناك طرح للاسئله، طرح للمواضيع، طرح للمشاكل، ونتعاون جميعا على اننا نستفيد باذن الله تعالى على قدر ما يجود به الرحمن جل جلاله. سي سعيد، قضيه الوضوء في المرحاض في الكنيف يجوز بشرط ان يكون المكان نظيفا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.